أستاذ محمد، إذا كانت المرأة هي التي وقعت في العلاقة الغير شرعية، ما هو مصير الأطفال؟ طبعا نظام الأحوال الشخصية اللي صدر قبل عام ونصف تقريبا حدد الإطار العام لآلية التعامل في قضايا الأحوال الشخصية، وأيضا كفل حقوق جميع الأطراف سواء كانت الزوجة أو الزوج وأيضا الأطفال، وأهم جزئية في هذا النظام هي جزئية الأطفال. طبعا إثبات العلاقة المحرمة يحتاج إلى إجراءات ويحتاج إلى الذهاب إلى المحكمة المختصة. بمعنى إحنا الآن اكتشف الزوج أن المرأة عندها علاقة محرمة فتم الطلاق، فتقدمت إلى المحكمة وطالبت بالحضانة، فحضر الزوج في محكمة الأحوال الشخصية في دعوى الحضانة وقال يا شيخ لا ترى أنا اكتشفت أنه عندها علاقة محرمة. ليس لقاضي الأحوال الشخصية إثبات هذه العلاقة لأنه خارج اختصاصه، بمعنى ليس له أن يناقش في وقائع جنائية وهو في دعوى أو في محكمة شخصية. أحوال شخصية يجب أن يكون من خلال المحكمة المختصة. فهنا الأب يجب أن يتقدم بدعوى جزائية ويثبت العلاقة المحرمة، ومن ثم يقوم بإحضار الصك ويتم بناء عليه إسقاط الحضانة عن الأم. عن الأم تسقط الحضانة عنها؟ نعم تسقط الحضانة، بس تشوفهم كل فترة وفترة، ولكن لا تحرم منهم. حتى الأب إن كانت علاقة محرمة أو حتى لو كان مدمن مخدرات، يعني بعض الزوجات أو بعض الأمهات يتواصلوا معنا يا أخي أنا ما أبغى حتى زيارة يزورهم. لا، هذا حق شرعي مكتسب للأب وللأم أيا كانت الأخطاء، وهو في الأصل ترى هو ليس حق للأب والأم، هو الأصل أنه حق للأطفال أنهم يشاهدوا أبوهم ويشاهدوا والدتهم. فهنا المحكمة تحكم بالزيارة، ولكن إذا كان السلوك مثلا غير سوي أو البيئة غير آمنة على الأطفال يتم تكون الزيارة من خلال مراكز مختصة وتحت إشراف مراكز مختصة للتأكد من سلامة يعني الأطفال نفسيا ومعنويا. بعد ذلك يكون تدريجيا حتى يعني تكون الزيارة بالاصطحاب، ومن ثم مثلا يكون فيها مبيت أو إلى آخره، طبعا على حسب البيئة التي تسكن فيها الأم أو اللي يسكن فيها الأب. يعني كثير من الأمهات فعلا يعني ما راح أقول عضوا أصابع الندم، ولكن فعلا يعني يسبون أنفسهم يوميا بسبب أنهم خسروا أطفالهم بسبب أنها كانت على علاقة محرمة مع شخص، فنتج عن هذه العلاقة أنها يعني خسرت أطفالها وأصبحت حتى في نظر المجتمع، لأنه الطبيعي جدا المجتمع يقول لك إيه الأم أخذت حضانة أطفالها، إحدى أمرين، يعني سلوكها غير سوي، يعني أنها إنسانة لا تصلح أن تكون أم، فبالتالي راحت رمت عيالها عند أبوهم. وهذه النظرتين هذه كلها لن تقبلها أي امرأة يعني بشكل طبيعي، والعكس بالعكس أيضا. يعني حتى الأب الذي يعني يتسبب في هدم أسرته بسبب نزوة وكذا أكيد بكل تأكيد حتى الأطفال يعني لن يستطيعوا تقبله في المستقبل، لأنه قام بتشتيت الأسرة وبدى شهواته على مصلحة هذه الأسرة وعلى مستقبل هذه الأسرة. لذلك يعني احنا دائما نقول يعني الشخص اللي غير الذي يشعر أنه ليس مؤهل لأن يكون رب أسرة لا يقدم على خطوة الزواج، لا يبلي بنات العالم معه بالضبط، ولا يبلينا احنا كمجتمع. ليش؟ لأنه الأطفال هذول إذا بكرة طلعوا مدمنين وطلعوا غير أسوياء إحنا اللي راح نبتلي فيهم، اللي بيطلع حرامي واللي بيطلع مدمن واللي بيطلع يعني مجرم واللي بيطلع كذا، إحنا المجتمع إحنا ندفع الثمن قبل حتى الأسرة.